تواصلنا مستمر إلى مسامعكم وحضراتكم في النقل الحي والمباشر من شاشة دبي ريسنج، أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين في هذه الأمسية، أمسية الإذاع في يوم ستل الستار على الصغار في هجن أبناء القبائل في سن الحقائق واللقايا والإذاع بالنسبة لهذا المهرجان في هذه الأمسية وفي هذه الليلة. انطلق الشوط مشاهدينا متابعين متابعينا الكرام في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق، وانطلقنا مع الإذاع الأبكار المحليات شوطنا الثالث عشر في الترتيب العام بالنسبة للأشواط. نسير مع المركز الأول. المركز الأول وشعار بحمودة يتقدم، يتقدم شعارك يا بحمودة الحاضر المقدم هذه النوعية عالية عالية، ولا هناك ينخطف في هذه اللحظات الفاتنة. علي بن محمد بن سالم اليابري يتقدم في هذه اللحظة وفي هذا الاندفاع الجميل. هناك نسير مع المركز الأول، زعفران زعفران سعيد بن سليم بالأسود العامري يتقدم بالمركز الأول، بينما المركز الثاني تتواجد في ثاني المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام الأسماء والشعارات. علي بن حمود بن علي الظاهري على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث المركز الثالث ثالث المراكز تتقدم ملوح في هذه اللحظات. محمد بن خميس بن علي البطيني يقدم ملوح، ولكن تدخل في هذه اللحظة السريع للقاية تقدمت في هذه اللحظة مشاهدي العزاء لفيف، ولا شوف كل الأمور تبدلت وكل الأمور. المركز الثالث لنكمل النداء مشاهدينا متابعينا الكرام، وهذه تواجدت لفيف لحامد بن مصبح بن راشد المنعياتي في المركز الثالث. المركز الرابع دخول من الجانب الآخر، شوف تبادل المراكز والسريع في هذا الشوط في هذا الاندفاع مع المراكز الأولى. الله اللي غيرت بدلت الأمور كلها، بدلت الأمور كلها على المقدمة الحذرة عامر بن حمد بن علي بن عامر الدرعي، تقدمت على المراكز الأولى. باخذ المركز الخامس ليكمل النداء وبقول تقدمت فيه الشبلة سيف بن راشد بن سيف الشامسي على المركز الخامس. المركز الخامس السادس مايد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي ياتي على المركز السادس. المركز السابع هذه السابعة ملوح محمد بن خميس لبطيني. المركز الثامن بن مفتاح مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي يقدم لنا جواهر، سعيد بن راشد بن مفتاح الشامسي يقدم جواهر، وهذا بن غويث 33 على ما اعتقد. هذه عجايب عجايب عجايب، وسلطان بن سيف بن مبارك بن غويث في المركز الثامن. التاسعه 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 شوف 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 شامه 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 رصاص بن سالم بن رصاص العامري، والعاشره العاشره 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 من حاف راشد بن مطر بن محمد بالضبيع. هذه العشر المراكز الأولى، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط التي تسير، ولكن خلف العشر المراكز كم وسيل من الأصايل الأبكار الإذاع المحليات تترقب كذلك وترقب دخولها في العشر المراكز في هذا المسار. النقطة الثمينة والزعفران في مهرجان سيدي فزاع ولي عهدي دبي، هذه نقطة ثمينة يتمناها كل مشارك تسجل في سجله بالنسبة للناموس والأثارة والتحدي في ميدان المرموم. وعوده إلى المراكز الأولى، عوده إلى رجل الأمتار الأخيرة، بدأ قبل الأمتار الأخيرة بير الشوط وبداية الشوط. هذا ينطلق بالمركز الأول مالك السرية مايد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي بن مفتاح سعيد أحد شبابنا كذلك
جواهر راعي جواهر، غدم الجواهر الجميلة بن مفتاح. سعيد بن راشد بن مفتاح الشامسي يتقدم بالمركز الأول، ينطلق مع مقدمة الشوط، ولكن المركز الثاني ثانية وصلت لفيف، هذه لفيف لفيف لحامد بن مصبح المنعي، المنعي يقدم لفيف على المركز الثاني، المركز الثالث ثالث المراكز. وشامة شامة رصاص بن سالم بن رصاص دعتها في المركز التاسع تقريبا، ما شاء الله غيرت من موقعها، انطلقت وصواب وصلت. عامر بن محمد بن عبيد وعقر المزروعي، المزروعي ومن الجانب الآخر هذه خطيرة أيضا، أول اسم تقريبا خطيرة، سعيد بن يمع بن سعيد العميمي. وصلوا الجماعة كلهم، وصلوا الجماعة بعد الالتفاف الأخير، الالتفاف الأخير جميل، اتجاه إلى المنصة أجمل وأجمل، الانطلاقات رائعة. الله يا الموقف حساس للغاية، حساس حساس الموقف للغاية. لوحة الإعلان الـ1200 يا بن مفتاح، أهل زاخر أهل زاخر أهل المفاخر يتقدمون، يتقدمون مع سعيد بن راشد بن مفتاح، يقدم جواهر الميدان، يقدم جواهر الأصالة على مقدمة الشوط. ولكن أهل الظفرة قادمين، بوعقر بوعقر المزروعي على المركز الثاني، على المركز الثاني والمركز الثالث اللي تأتي في المركز الثالث لفيف، هذه لفيف لفيف حامد بن مصبح بن محمد بن راشد المنعي. ولكن شوف التحرك، مصرة 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 مصرة، طهمي ميمة بن حمد بن عنوده العامري، عجايب بن دليوي واصله. وشوف العبور بالساحر، عبور بالساحر مع عبد الله بن احمد بالساحر، بن دليوي بن طهميمه بن مفتاح، وكذلك ابو عقر الشامسي وعلي بن حمود بن علي الظاهري، كل الاسماء قادمه، كل الجماعه لمن صاحت العصا، صدرت الاوامر، صدرت الاوامر، النقطه لمن، الفوز لمن في مهرجان سمو ولي عهد دبي في هذه الانطلاقات. راح بالساحل، راح إلى المقدمة، غير الأمور كلها، غير الأمور كلها. العبور عبد الله بن حمد بالساحر، راعي صواب وشعار صواب كذلك، أو هناك هل الظفرة بوعقر 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 يتقدم على المركز الأول، يسيطر مع صواب. عامر بن محمد أبو عقر المزروعي يعلن الفوز في هذا الشوط، يعلن ناموس التحدي، تهانينا على فوز صواب بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت في العبور عبد الله بن أحمد بالساحر الأكتبي، المركز الثالث من وصلت في مشاهدي العزاء طهميمة بن حمد بن عدود العامري، المركز الرابع وصل في سعيد بن رايد بن مفتاح، المركز الخامس علي بن حمود بن علي الظاهري. هكذا مشاهدينا العزاء، ولكن نعود إلى التوقيت الزمني، التوقيت الزمني مع مخرجنا على شاشة التلفزيون في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع الجميل. التوقيت الزمني على شاشة التلفزيون مشاهدي العزاء 9 دقائق 5 ثواني، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعامر بن محمد بن عبيد بو عقر المزروعي، المركز الثاني، المركز الثاني العبور في توقيت زمني 9 دقائق مشاهدينا العزاء و6 ثواني، 8 أجزاء من الثانية في هذا الانطلاق. وعبد الله بن أحمد بالساحر حل في المركز الثاني الاكتبي، والمركز الثالث 9 دقائق 7 ثواني، جزئين من الثانية، مسرة طهميمة بن حمد بن عنودة العامري. تهانينا للجميع. إذا نحييكم من جديد مشاهدينا متابعينا.